طبعا دائما ما يقال الحاجة أم الاختراع. في ظل الإجراءات الاحترازية المتواجدة في كثير من الفعاليات وكثير من يعني الحياة اليومية، كان لابد من وجود مقترح مختلف نوعا ما. طبعا سينما الشارع هو ليس مقترح أو فكرة جديدة، هي قدمت في فترات سابقة في أمريكا وأيضا في دولة الكويت الشقيقة، يعني نتكلم في الأربعينات والخمسينات والستينات الميلادية، لكن عودتها من جديد وتقديمها للمرة الأولى في المملكة وتحديدا في منطقة عسير، هي بهدف تحقيق الإجراءات الاحترازية. طبعا هي فكرة مختلفة وتقام لأول مرة في المملكة، كان لها رواج كبير من الجمهور. يعني أنا كنت في أبها واليوم لسه وصلت من أبها. العروض طبعا تقام بشكل مختلف نوعا ما، بيحضر الجمهور من خلال سيارته الخاصة، بيسمع على موجة معينة على الإذاعة، وبيشاهد من خلال شاشة ضخمة يعني يزيد عرضها عن 16 متر تقريبا. بيكون هناك طبعا خصوصية نوعا ما من خلال السيارة، هناك تباعد أيضا من خلال السيارات. هذا كله من يعني بيقدم من خلاله تجربة سينمائية وتجربة ترفيهية مختلفة، خاصة أنك تتكلمي على منطقة عسير، هي تعتبر مصيف ووجود كثير من زوار والمستضيفين الموجودين في تلك المنطقة. هناك إقبال كبير من الزوار وإقبال كبير من فئات مختلفة، سواء من العائلات أو حتى من الشباب، لأنها تجربة مختلفة، تجربة ترفيهية يعيشها الجمهور بشكل مختلف. خاصة أنه في أبها حتى الآن لا يوجد دور عرض سينما، وبالتالي هذه تعتبر أول سينما تقام في أبها وبشكل وتجربة مختلفة. نعم. طيب أستاذ ممدوح، يعني كما ذكرت أن هناك يعني في مجال أو الاستثمار في دور السينما، برأيك وبشكل سريع جدا وباختصار أستاذ ممدوح، يعني ما هي العوائق اليوم أو الصعوبات التي تواجه الاستثمار في دور السينما؟ لأن يعني عدد كبير اليوم من المدن لا زالت تنتظر افتتاح أول دور سينما بها. لا أعتقد أن هناك عوائق في مسألة دور عرض السينما، لأن هناك تسهيلات جيدة لدور العرض، هناك يعني عدة شركات بدأت في هذا الموضوع، ولكن هو اقتراحي أن يكون هناك إتاحة فرص لشركات أكثر، لأنه حتى الآن هم سمح فقط لسبع شركات لتقديم دور العرض السينما. أنا أتوقع أن المملكة بحاجة إلى إتاحة فرص أكبر من الشركات، حتى لو يكون هناك نوع من التصنيف لشركات كبرى وشركات متوسطة وصغرى، حتى تتاح فرص أكبر، لأنه حتى الآن الهدف الأساسي في رؤية 2030 أن يكون لدينا 350 دور عرض، ولكن ما تم تحقيقه حتى الآن 18 دور عرض، يعني بما يقارب 5%، ونحن يعني هو تعتبر نسبة بسيطة جدا. فبالتالي احنا محتاجين انه يكون هناك تسارع، وهذا التسارع لن يأتي الا من خلال إتاحة الفرص لشركات اخرى، سواء هي شركات محلية او شركات إقليمية تقدم خدماتها للاستثمار في دور العرض السينمائي.